تنزل 1 تضرب ايده 2 تحاول تفتحها ضرب بعدين فتح 2 بعدين بتلف لورا 3 بتصيب البطولات اللي بيجي من ورا بيعمل لك هيك بده يشيلك جوم توب بيجي بده يشيلك يرميك شو بتسوي لو ستوب؟ تنزل ايده اللي فوق ايده اللي فوق تضرب عليها تحاول تفتحها نزلها لتحت بوم نزلها لتحت بعدين بتلف على بعدين بتلف على الايد اوكي؟